رونالدو ولوكا مودريتش في القائمة الثانية. رونالدو وبين أحضان تير شتيغن. دخل جاريث بيل وبيكي في التغطية. الكرة راحت سهلة. سيرجي دخل. روبرتو مازال. سيرجي روبرتو بابا بابا جول 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 جول. لعبة ثلاثية من أروع ما يكون. سيرجي روبرتو من كاتالونيا بعث الكرة للأوروغواي. من هنالك للويس سواريز القناص. لويس سواريز الخداع. لويس سواريز. رونالدو 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 التعديل للريال. البلدوزر رونالدو هو الذي عدل النتيجة للريال. نعم رونالدو القاتل هو الذي يعدل النتيجة عند الدقيقة 15 مسجلا هدفه الخامس.